كونك مثل ما حكينا انه انت كمان بال يعني كديزاينر 24 انتربرونور ب ديزاينر 24 وكمان في عندكم بس مش عارفه الديزاينر 24 تبع يو اي اي اتس فور يو كمان يس نحن ديزاينر 24 الاتش كيو موجود تبعنا بدبي فرع بلبنان وفرع بالاردن واحلى رساله هي رساله ديزاينر 24 يلي هي دي تو فور اول يعني نحن الى كل النساء شو ما كان عمركم يعني منلاقي تيب لكل الاجسام أجسام ولا مش بس وي ار بروموتينج للكل وانا اكدت انه هيدا الشيء يكون موجود بالشركه لانه انا بدي البس وانا ماني تاي 36 يعني هيدا لازم يكون بيتك لازم تروحي وما تحسي حالي انه انا كيف جاي لهون انه خلص رجع على البيت يا بنت او خيطي شيء لك خلص هيدا الماركت مش لك لانه انا شفت شو يعني انه بنت تفوت لعنا وتحس انه طب انه انا بني شيء انه انا غلط انا لازم ارجع على البيت ريلي وفكر بدايه احرم حالي من الاكل او معه حق جوزي وقت قال لي هيك انه ناصحه شوي او ما حق امي وقت عم تقول لي خلص وقفي اكل ما انت عم بتساهمي انه يا تقوي النساء وتحفزيهم انه يتقبلوا جسمهم يكونوا قوية يكون في عندهم كونفيدنس يا عم بتقولي لهم ايه معهم حق الدنيا كلها معها حق وانتوا الغلطانين واكثر من هيك هيدي الشركه هي شركه تو امباور وومن بالنهايه نحن فساتينا بنأمنهم من الماركت من النساء ومن الديزاينرز سو لانه نحن وي ار امباورينج يو تأمنوا لنا الغراض تأمنوا لنا هالفساتين وتستأجرون بليز فيل فري انكم تأمنوا فساتين اوف اول سايزز اند ستايلز لانه نحن رح نتقبل كل شيء عندكم اياه وفي نساء عم بتنبش على يور ستايل اوعى تفكروا انه لا بس انا اكيد رح كون 42 43 46 اكيد ما حدا غيري لانه هاي المشكله اللي واجهناها لانه هاي مشكله مجتمعنا